متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، والتي نتحدث بالبداية في المحور الأول عن متابعة لموجات الغبار الحالية والتي تؤثر على أجزاء واسعة من شمال المملكة، ثم سننتقل بالحديث عن توقعات الأحوال الجوية المتوقعة الأيام القادمة ومناطق تشكل الغبار. دائما نبدأ نشرتنا الجوية بآخر صور الأخبار الاصطناعية والتي تشير إلى وجود موجات غبارية قوية في المنطقة الشمالية من المملكة. كما لاحظنا أيضا خلال ساعات نهار هذا اليوم تشكلت موجات غبارية في المناطق القريبة من الحدود الأردنية السعودية وتلك الحدود السعودية العراقية. من المتوقع أن تكون هناك أو كان هناك تدني كبير لمدى الرؤية الأفقية، وصل إلى مناطق مثل القريات، الطريف، مناطق سكاكا وأيضا منطقة عرعر. إذا تأثرت منطقة بلاد الشام بهذا المنخفض الجوي الذي جلب رياح جنوبية غربية كانت قوية وعملت على تشكل كل هذه العواصف الترابية والرملية والتي أدت إلى تدني كبير في مدى الرؤية الأفقية. بعض الموجات الغبارية كانت في المناطق الوسطى من المملكة ولكنها لم تكن بنفس الشدة والقوة كتلك التي تؤثر على تلك المناطق والتي أدت إلى انعدام تام في مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق. ننتقل مع بعضنا البعض لنشاهد توقعات المحاكاة الحاسوبية لحركة موجات الغبار. فإذا هذه الأحوال الجوية كانت نهار هذا اليوم في منطقة واسعة من شمال غرب المملكة تأثرت اليوم بهذه الموجات الغبارية الناتجة عن الرياح الجنوبية الغربية والتي تنتقل إلى داخل الأراضي العراقية وجلبت هذه الأحوال الجوية المغبرة. بالانتقال مع ساعات الليلة القادمة، إذا ساعات ليلة الجمعة على سنة، كما نلاحظ تركز هذه الموجات الغبارية على طول الشريط الشمالي من المملكة وصول حتى أيضا ربما مناطق من حفر الباطن، وهناك سيكون غبار كثيف حتى في مناطق الأراضي العراقية. بعض الأتربة المثارة تمتد جنوبا كما ذكرنا سابقا، ربما تصل حتى بعض مناطق الدوادمي والمناطق الشرقية من المدينة المنورة، إضافة إلى منطقتي حائل والقصيم، ولكن تكون أقل شدة من تلك التي تحدث في المناطق الشمالية. لكن هناك فرصة لبعض الأمطار حتى في تلك المناطق الشمالية نتيجة عبور هذا المنخفض الجوي في تلك المناطق. أما إذا انتقلنا إلى في ساعات ما بعد منتصف الليل وفجر يوم السبت، فكما نلاحظ تهدأ هذه الموجات الغبارية عموما نتيجة هدوء في سرعة الرياح، لكنها تبقى نوعا ما قريبة من هذه الرياح قوية نوعا ما في مناطق الأراضي العراقية وبعض المناطق الحدودية كتلك التي تقع ما بين رفحاء وحفر الباطن. إذا انتقلنا للأحوال الجوية ومحاكاة الغبار نهار يوم غد السبت، تعود الرياح مرة أخرى بالنشاط وتكون في هذه الحالة شمالية غربية، تتحول إذا تكون جنوبية غربية في البداية كما نلاحظ خلال ساعات النهار هذا اليوم والليلة القادمة، لكن مع دخولنا في ساعات نهار يوم السبت تصبح رياح شمالية غربية ونشاطها يكون بالاتجاه الشمالي الغربي، إذ تحرك منخفض جوي يتمركز إلى الشرق من الأراضي العراقية. إذا مع دخولنا في نهار يوم السبت تنشط هذه الرياح الشمالية الغربية المغبرة وتجلب موجات الغبار مرة أخرى إلى مناطق مثل رفحة، حفر الباطن، حتى وصول المناطق الشرقية من المملكة بما فيها أيضا بعض مناطق الدمام. أن العاصمة الرياض قد تتعرض لبعض الموجات الغبارية الناتجة عن الرياح الشمالية والشمالية الشرقية بمشيئة الله تعالى. إذا يوم السبت نهارا، هذه الخريطة إذا كنا نتحدث عن السبت صباحا، هذه السبت نهارا تصبح الرياح قوية جدا في عموم المناطق الشمالية، تعمل على حدوث عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام تام في مدى الرؤية الأفقية على طول الشريط الشمالي للمملكة، مناطق مثل سكاكا، عرعر، رفحاء، حتى وصلنا إلى حائل وأيضا منطقة حفر الباطن. هذه المناطق جميعها يتوقع أن تكون فيها أجواء مغبرة للغاية وتكون أحيانا على شكل عواصف ترابية. بالنسبة للعاصمة الرياض تكون على شكل موجات غبارية خفيفة بوجه عام. مع دخولنا في ساعات مساء يوم السبت تهدأ بشكل عام الأجواء المغبرة، كما نلاحظ معظم مناطق المملكة مع ساعات ليلة الأحد على الاثنين تكون على شكل السبت على الأحد تكون تحت تأثير إما غبار منقول حدث خلال ساعات النهار ويؤدي تدني مدى الرؤية الأفقية، لكن تشكل موجات غبارية جديدة يكون معدوم نوعا ما مع ساعات نهار أو ليلة السبت على الأحد. إذا انتقلنا إلى نهار يوم الأحد تنشط الرياح الشمالية الغربية على القطاع الشرقي من المملكة، وبالتالي تصبح هناك موجات غبارية على مناطق مثل حفر الباطن،
منطقة الدمام وحتى أيضا العاصمة الرياض، ربما تحدث بها أجواء مغبرة، تكون بشكل عام يوم الأحد أجواء مغبرة في العاصمة الرياض، إما نتيجة الغبار المنقول من الموجات الغبارية حدثت يوم السبت غدا تتنقل لاحقا إلى الرياض، أو بسبب نشاط الرياح مرة أخرى نهار يوم الأحد تؤدي إلى وصول بعض هذه الأجواء المغبرة إلى العاصمة الرياض بمشيئة الله تعالى. وإذا نظرنا إلى لاحقا يوم الأحد مساء تنتقل بعض هذه الأجواء المغبرة جنوبا باتجاه مناطق أخرى من المملكة كتلك التي تقع ما بين كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة بمشيئة الله تعالى. أما يوم الاثنين فيتوقع أن تنشط رياح شرقية قوية على مناطق الغربية من المملكة، تعمل على إثارة العواصف الرملية على الطرق المفتوحة والأجواء المغبرة على مناطق الساحلية من المنطقة الغربية بما فيها أيضا مدينة جدة، مناطق مثل ينبع ووصول شمال رابغ أو رابغ ثم ينبع وشمالا حتى المناطق المطلة من تبوك على البحر الأحمر إثر نشاط في الرياح ما تسمى برياح شرقية أو رياح الصبا بمشيئة الله تعالى. إذا ننتقل للأحوال الجوية المتوقعة بالتفصيل سواء هذه الليلة أو ثلاثة أيام القادمة. الليلة العاصمة الرياض أجواء صافية، بعض الغبار الخفيف المحتمل في مناطق مفتوحة، لكن درجة الحرارة تقريبا تكون 17 درجة مئوية مع أجواء صافية معتدلة ومستقرة، إنما تكون مغبرة للغاية وغير مستقرة مع بعض الأمطار الرعدية في المناطق الشمالية من المملكة بمشيئة الله تعالى. تقارن الأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام المقبلة والتي نبدأها بالأحوال الجوية المتوقعة نهار يوم السبت. كما تحدثنا غبار خفيف متوقع مع ارتفاع درجات الحرارة تصل إلى 32 درجة مئوية. غدا العاصمة الرياض تنخفض ليلا إلى 15 مع أجواء تكون بوجه عام تصبح أكثر مغبرة كلما دخلنا في ساعات الليل، لكن يوم الأحد أجواء مغبرة، هناك رياح نشطة، غبار منقول وأجواء ستكون بشكل عام مغبرة لكن يترافق مع انخفاض على درجات الحرارة. كما نلاحظ 26 درجة مئوية العظمى في العاصمة الرياض، 13 الصغرى في ساعات الليل. قد نشعر ببعض البرودة ليلة الاثنين الأحد على الاثنين في المناطق المفتوحة من العاصمة الرياض مع أجواء مغبرة خفيفة. ويوم الاثنين هناك انخفاض آخر على درجات الحرارة تصل إلى 24 درجة مئوية، ولكن أجواء تصبح مشمسة نهار يوم الاثنين، تنخفض إلى 12 درجة مئوية، إلا أن قد نشهد موجات غبارية في مناطق أخرى من المملكة كما ذكرنا مثل مدينة جدة والمناطق الغربية المطلة على البحر الأحمر. إذا متوقع هذه بداية الأسبوع متوقعة، غدا سنكون معكم في نشرة جوية أسبوعية كما عودناكم كل يوم سبت نتحدث عن الطقس خلال الأسبوع، ومتوقع أن يكون هناك المزيد من التغييرات على الأحوال الجوية مع نهاية الأسبوع المقبل. سنكون معكم بتفاصيل أوفى غدا خلال ساعات النهار عبر النشرة الجوية الأسبوعية. دائما لا تنسوا تحميل تطبيقنا طقس العرب أو متابعة منصاتنا المختلفة ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية التي تؤثر على المملكة في سواء في ساعات النهار أو في ساعات الليل. كان معكم محمد الشاكر، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.